تمام العنصر الثاني ولازم برضو نقول العناصر بالترتيب، الموقف. وانا ماشي لازم اعلم طفلي عن طريق الموقف. الموقف يعني ايه؟ حاجة يعني لحظية يعني. حاجة حصلت قدامي ابتدي انا اتدخل واقول له تعالى بص حصل ايه. زي ايه مثلا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان ايه؟ كان يسير بين اصحابه، يعني ايه؟ كان يمشي ما بين اصحابه، فلقى امرأة حائرة على ابنها، ابنها تايه منها وكده، منها فلما وجدت الطفل ده فضمته بين صدرها، يعني خدته في حضنها يعني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم بهذه المرأة طارحة ابنها أو في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، يعني إزاي هتبني ابنها في ازاي؟ النار مع أنها قادرة على ده، يعني لو هي قادرة على ده. قال: فالله أرحم بعباده من هذه المرأة. هنا بنتعلم ايه من الموقف. هنا النبي عليه الصلاة والسلام شاف موقف للمرأة انها بتدور على ابنها، وده حب. اول ما لقيته ضمته في صدرها فده حب اهو، فراح جاي متدخل بسرعة علم اصحابه الحب. ازاي يعلمهم الحب؟ عن طريق ان ربنا عز وجل بيحب عباده اكثر من هذه أكثر المرأة، من واكثر الأم. رحمة بعباده من المرأة بايه؟ بولدها. ده تمام. موقف. يبقى الاول القصة مهمة جدا. القصة على فكرة ان الشباب او الاطفال حتى اليومين دول سواء في السن المبكر او في سن المراهقة بيميلوا الى انهم يسمعوا، بيحب التشويق، بيحب القصة. لذلك حتى الافلام كلها قصص، المسلسلات ايوه كلها طبعا قصص، قصة. فاحنا لازم نديله قصص، بس طبعا قصص موجهة ايجابية او قصص